عام 2012 يعني العام الأول، الرئيس وصل باش كان في مستوى المطلوب، يعني وصل يعني ورى روحه خارج فوق لعبة الأحزاب. عوض لي الرئاسة تواصل فوق اللعبة السياسية، فوق الاستقطاب السياسي. فالظرف هذاك 2013 تدريجيا فقنا للرئاسة ولات في شق ضد شق. اللي انت تضيف لها حاجة ثانية اللي هي مش موجودة في الكونترات من الأول، شنو هي الحاجة الثانية؟ كيفاش أنا ننظم أموري باش في الانتخابات الجاية نكون مرشح وعندي حظوظ في الانتصار؟ هذا التناقض اللي هو تناقض اللي منصف المرزوقي ما عرفش يحله باختياره المهمة التاريخية اللي ملقاة على عاتقه.